حبيبك هو شويه يعني ايه كهرباء. خلاص مش عارف مش عارف يلا اشتغل اشتغل مذيع. الو الو ها توت انت مقومني من على الاكل، انا جعان خد بالك يا اخويا، بس عشان خاطرك اعمل اي حاجه. حبيبي يا اخويا انت قلت له ايه؟ فولت توت 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 ده غير الفولت؟ ما هي الفولت توت بنفضل نقولها له الاثنين مع بعض يعني. والله يا كابتن الشباب انا عندي اسامي كتير قوي يا كابتن. ايه يا كهربا؟ مش هقولها مش هقولها. اوعى. ايه يا كهربا؟ ما اقدرش. وحشني يا كهربا. عامل ايه يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ والله يعني دلوقتي انت الفولت. لا اسامي كتير بس ما ينفعش على الهوا بقى. طب قول لنا اسمين ينفعوا. ما ينفعش. لا يا كابتن ما ينفعش. طب ما احنا يعني الكهرباء خلاص عارفينه، الفولت عارفينه، التوت عارفينه. ده اخرنا اخرنا؟ اه كابتن معلش. طيب لا خلينا كده اخرنا يا كابتن. اخرنا كده خلاص معنا اخرنا. عدت على خير. عدت الازمه على خير يا كهرباء؟ ما فيش ازمات يا كابتن. لا المشكله كان في مشكله وخلصت يعني، خلينا نطمن الناس لما تيجي على لسانك بتبقى مهمه قوي. والله يا كابتن يمكن طبعا يعني اول مره نسمع منك انت بقى احكي شويه. يمكن انا بشكر حضرتك طبعا يعني مش غريب على حضرتك، طول عمرك واقف في ظهري ومعايا طبعا كل حاجه حلوه مهما يحصل لي. انا حاجه انت انا عارف معتبرني زي مصطفى الشوبير على طول والله العظيم. طبعا يمكن طبعا عارف انا بحب حضرتك ايه. ربنا يخليك كهربا. ويمكن يعني انا طول عمري ربنا بيبتليني بحاجات في الحياه كلها ازمات كلها الحمد لله انا مشاكل، يعني انا بحمد ربنا طول عمري ان اي حاجه بتحصل لي ابتلاء تبقى في مشاكل ما تبقاش في جسمي. نعم يعني ده انا بحمد ربنا عليه. فالحمد لله الازمه عدت على خير، وطبعا يعني اللعيبه كلها كانت واقفه معايا واقفه، ورجاله طبعا، وكابتن محمد رمضان طبعا يعني شخصيه جميله جدا، و وكابتن سامي مصطفى، فكلهم كانوا يعني معايا كويسين قوي يعني، فالحمد لله عدت على خير. كهربا الحقيقه انا قلت هنا قلت لك كهربا كره في ملعبك، وانت هترجع هتلاقي كابتن رمضان ناسي الموضوع تماما. هو ادى دوره كمدير رياضي او مدير كوره، عمل العقوبه اللي كانت موجوده عليك وانت تقبلتها، لكنه هل بالفعل زي ما انا قلت انت رجعت لقيت الكابتن رمضان ناسي الموضوع وكانه مفيش حاجه حصلت؟ هو دي حقيقه كده. نعم دي حقيقه. الموضوع اصلا يعني انتهى على طول، ما يعني انا كنت يعني بعد الماتش انا كنت مبسوط قوي، كنت فرحان، حابب يعني زمايلي ساعدوني في الموضوع ده جامد جدا ومش غريبه عليهم يعني، يمكن كلهم اخواتي يمكن بيساعدوني طول عمرهم. فالماتش ده خصوصا عشان خاطر يعني موت نفسيهم عشان خاطر سامي مواضيع كده، هم طبعا يعني بينا وبين بعض عشان ارجع تاني اتمرن وموضوع يتقفل على كده ويتشال نص الغرامه. فكلهم بصراحه يعني من اول الشناوي وكان السولية وحسين وامام وعمر كمال وياسر، لعيبه كتير قوي يعني. نعم. وقفشه عشان ما فيش حد طبعا، ومصطفى شوبير عشان برده ما. نعم. كلهم يمكن قعدوا ثلاث اربع ساعات مع كابتن محمد رمضان. حصل كتير في يوم المشكله ما رضوش يناموا وقالوا يحددوا لحد ان انا ما اروحش. نعم. فالحمد لله اتفقوا على اتفاق، وطبعا انا يعني ما استغربتش حد، واللي كابتن محمد رمضان قال عليه واللعيبه طبعا قالت عليه خلاص انا معاكم في اي حاجه، برضه في الاول والاخر احنا كلنا اهل واسره واحده. والحمد لله ده اللي حصل يعني، وربنا كرمنا بالبطوله والحمد لله. 50% اتشالت، انا سمعت ان انت قلت له بعد ماتش العين شيل 50% دي كمان ونخلص بقى يا كابتن. والله يا كابتن عايز اقول لحضرتك على حاجه يمكن حسين عارفها. قول. انا ما اعرفش حاجه في البنك عن حسابي في النادي خالص. والله العظيم يا كابتن. ايه؟ ما اعرفش حاجه عن فلوسي في يعني تبع حساب النادي للبنك. ما اعرفش اي حاجه خالص. فعلا. يعني انا مش مركز في موضوع الفلوس مع النادي خالص والله، يمكن حسين يقول لحضرتك عن الموضوع دوت واللعيبه كلها عارفه الموضوع ده، يمكن ما ركزتش في موضوع الفلوس لان الواحد احنا مبسوطين يا كابتن يعني. يمكن احنا فرحانين ان احنا جوه النادي الاهلي، وان احنا مهما يحصل في الدنيا احنا هنفضل برضه طول عمرنا ولاد النادي الاهلي. طبعا فدي بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي والله العظيم مش كلام. يمكن انا اكتر انسان او اكتر لعيب كوره في مصر التدريب نعم في الماديات، ان انا اتخصم مني فلوس كتير قوي واتاخد مني فلوس كتير قوي، بس ان انت حضرتك مثلا صاحي من النوم رايح النادي الاهلي وبتكمل شغلك على اكمل وجه، وان انت مبسوط جوه النادي الاهلي والناس كلها بتحبك، هي دي السيره اللي بقى يا كابتن والله العظيم.